بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم عندنا المحاضرة الرابعة من درس السباحة الأولمبية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، بعنوان العوامل المؤثرة في عملية تعلم السباحة. يلقيها عليكم الأستاذ المساعد الدكتور يسار صبيح علي. تتميز رياضة السباحة بخصوصية عن باقي أنواع الألعاب والفعاليات الرياضية الأخرى، وتتمثل هذه الخصوصية بأداء الحركات في المحيط المائي الذي يختلف تماما في خواصه وطبيعته الحركية عن الخواص الطبيعية للمحيط الاعتيادي الذي هو الهواء، والذي تؤدى فيه بقية الألعاب الرياضية. وتخلق هذه الخصوصية عوامل كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر في المتعلم المبتدئ خلال سير العملية التعليمية، الأمر الذي يجعل من الضروري على معلم السباحة معرفتها وفهم تلك العوامل ومحاولة معالجة السلبية منها أثناء التعلم، حيث تقسم هذه العوامل إلى عوامل خاصة بالمتعلم وتتضمن أولا الخوف. يعد الخوف من أبرز وأكثر العوامل المتعلقة بالمتعلم تأثيرا في عملية تعلم السباحة، ويعتبر الخوف حالة طبيعية لدى المتعلم المبتدئ بشكل عام نظرا للمحيط الجديد الذي يدخل إليه ويقوم بأداء الحركات المختلفة فيه. ويختلف مستوى ودرجة الخوف من متعلم لآخر تبعا لطبيعة وشخصية وتجارب المتعلم التي مر بها سابقا، والمراحل العمرية تؤثر أيضا في هذا الجانب. فالمبتدئين صغار السن يكون مستوى الخوف لديهم أقل من ما هو لدى أولئك الأكبر منهم سنا، إذ يعود سبب هذا الخوف إلى التجارب السابقة التي يتصف بها الكبار، والتي قد تكون في بعض الأحيان عائقا أمام المتعلم. النقطة الثانية، الحافز أو الدافع نحو التعلم، إذ يكون للدافع النفسي لدى المبتدئين نحو تعلم السباحة الأثر الكبير في نجاح هذه العملية، حيث أن ضعف الحافز أو الرغبة في التعلم يكون في بعض الأحيان حاجزا يعيق سير العملية التعليمية. وهذا العامل الذي يرتبط بعدة عوامل تتعلق بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها المتعلم، تكون إما سلبية وإما إيجابية نحو هدف التعلم. لذلك فالحالة النفسية والحافز الذي يجب أن يكون فيه المتعلم يؤثر في عملية التعلم. النقطة الثالثة، سلامة أعضاء وأجهزة الجسم الوظيفية، تؤثر سلامة أجزاء الجسم وصحة الأجهزة الوظيفية الداخلية على سير عملية تعلم المهارة في السباحة بصورة عامة، حيث تساعد المتعلم في اكتساب الأداء الحركي الصحيح للمهارات المختلفة داخل الماء. في حالة عدم سلامة جزء أو عضو معين من أجزاء الجسم، كمثال وجود شلل في أحد الأطراف أو وجود خلل معين في أجهزة الجسم الداخلية كالرئة أو القلب أو سائل التوازن الموجود في الأذن الوسطى، هذه تعتبر من المعوقات في عملية تعلم مهارة السباحة. عندنا مجموعة من العوامل الأخرى والتي تتعلق بالمحيط المائي. أولا، يجب أن يكون عمق الماء مناسبا لمجموعة المتعلمين، إذ يجب أن يكون سطح الماء بمستوى لا يزيد عن أسفل الصدر، وذلك من أجل شعور المتعلم بالاطمئنان وتقليل الخوف لديه. نقطة رقم 2، يجب أن تكون درجة حرارة الماء درجة مناسبة مع المحيط، أي جو المحيط بالمسبح، والتي تكون في مراحل التعلم من 28 إلى 30 درجة مئوية. النقطة الثالثة، نظافة الماء وتوفر الشروط الصحية،
من المواد المعقمة للماء كالكلور والكبريتات، بالإضافة إلى الفحص الدوري واليومي للماء من أجل سلامة المتعلمين. هنالك عوامل خاصة بالمدرس من حيث الطريقة التعليمية يجب عليه أن يكون ملم بها. نقطة رقم 1، القدرة على التعامل النفسي الصحيح مع المتعلمين المبتدئين، ولا سيما أولئك الذين يتصفون بالخوف الشديد من الماء. النقطة الثانية، الفهم الصحيح لأدق تفاصيل الأداء الفني النموذجي لجميع حركات السباحة والتي تشمل الطفو والبدء والدوران، والقدرة على عرضها أمام المبتدئين بكفاءة. النقطة الثالثة، الخبرة والقدرة على استخدام الأساليب التدريسية الحديثة في تطبيق المنهج التعليمي ووسائل إيصال المعلومات للطالب. النقطة الرابعة، الفهم الدقيق للقوانين الميكانيكية المؤثرة في عملية الطفو وحركة الأجسام في الماء كالمقاومات وغيرها، لكي يستطيع تسخيرها في عملية التعلم. النقطة رقم 5، أن يتميز المدرس بالحرص الشديد والانتباه وتوفير جميع شروط السلامة والأمان بالنسبة للمتعلم خلال الدرس، مثل الإلمام الجيد بطرق الإنقاذ واستخدام بعض الوسائل المساعدة فيها. أحب أن أشير لكم إلى ملاحظة أنه النقطة الرابعة والتي تتحدث عن المقاومات التي تؤثر عن جسم السباح داخل الماء تم التطرق إليها وموجودة على موقع الكلية، محاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور مصطفى صلاح الدين. نتمنى الصحة والموفقية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.